والآن ننتقل إلى فقرة الخط الأخضر، ونخصصها للحديث عن استغلال سلطات الأمن في دولة الاحتلال الإسرائيلي لحالة الطوارئ المعلنة بسبب تفشي كورونا للتجسس على الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن عمليات تجنيد يقوم بها الجيش الإسرائيلي لضباط مخابرات سابقين بهدف الاستفادة من خبراتهم في التجسس على التجمعات الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 48. وتؤكد وسائل الإعلام أن الجيش يقوم باختيار الضباط السابقين الذين لديهم خبرات ومعرفة كبيرة بالتجمعات الفلسطينية، حيث يتلقون تدريبات ويتم تنظيمهم في وحدات تابعة لجهات المخابرات للقيام بجمع المعلومات عن التجمعات العربية. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر سكايب رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل السيد محمد بركة. سيد محمد، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا، مساء الخير. سيد محمد، ما هي حقيقة ما ذهبت إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية خاصة موقع والا، وما هو الدور الذي سيوكل لهؤلاء الضباط في هذه العملية؟ في اعتقادي أن هذا الخبر الذي نشر في وسائل الإعلام العبرية هو قشرة ما يحدث، هو ما أفصحوا عنه، لكن في واقع الأمر في اعتقادي أن المؤسسة الإسرائيلية، وربما نتطرق أيضا لهذا الموضوع على المستوى الدولي والإنساني، لكن المؤسسة الإسرائيلية تحاول أن تعود الناس على إجراءات احترازية، إجراءات طوارئ، وتسوقها لهم على أنها لمصلحتهم وفي صالحهم. مثلا موضوع الإغلاق وفرض وتعويد الناس على وجود الشرطة والأمن في الشوارع اللي يمكن أن يوقفوا أي شخص ويفرضوا عليه غرامة، مثلا قضية وضع حواجز أو مجسمات إسمنتية على مداخل معينة من أجل توفير قوة عاملة في أجهزة الأمن الإسرائيلية، مثلا التصريح الجارف الذي أقرته الكنيسة البرلمان الإسرائيلي في كل ما يتعلق بإتاحة المجال للشباك لجهاز المخابرات العام بأن يتعقب هواتف جميع المواطنين من أجل، يعني هكذا يعلن طبعا، من أجل أن يجري تشخيص المصابين بالكورونا ومراقبة تحركاتهم ومراقبة إمكانيات إصابة الآخرين من جراء العدوى التي ينقلونها. يعني هذه أمور تبدو في ظاهرها أمور يعني تنطلق من مبدأ المحافظة على الصحة العامة، لكن هذه إجراءات مخابراتية أشك في أنها ستزول من واقعنا بعد هذه الجائحة. سيد محمد، هل هذا السلوك مفاجئ لكم، أم أن هذا يعني جهاز الأمن والمخابرات أصلا يتدخل في كل صغيرة وكبيرة ويحاول تضييق الحيز على المواطنين الفلسطينيين في الدولة؟ وبالتالي سؤالي هو، ما هو تداعيات هذه الخطوة الجديدة؟ هل ستمهد للمزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين إذن؟ شوف سيدي الأخ زاهر، أحمق من يعتقد أنه قبل هذه الإجراءات كان جهاز المخابرات نائماً ويقوم بإتاحة المجال أمام الفلسطيني في الداخل بأن ينعم بالديمقراطية وكل هذه الترهات التي تطلقها المؤسسة الصهيونية. نحن نعرف أن خبزنا مربوط في قرار أمني، أن أرضنا وبناء بيتنا مربوط في القرار الأمني، قضية مصادرة الأراضي، إعطاء رخص البناء، قضية التمييز في كل شيء، في التعليم، في الاستيعاب، في أماكن العمل. نحن نعلم هذا جيدا، لكن يعني أقول أكثر من ذلك، يعني نحن لم يكن عندنا في أي لحظة وهم بأن هذه الدولة ديمقراطية. أنا يعني في اعتقادي أن هذه الكذبة
كان من المفروض أن لا تنطلي على أحد خلال 70 سنة أو الأكثر منذ النكبة عام 48. لكن شوف المجاهرة بعنصريتها من خلال ما يسمى بقانون القومية الذي سن في شهر تموز 2018، والذي جاهرت فيه إسرائيل بأن هذه الدولة يهودية وحق تقرير المصير لليهود فقط، واليهود لهم الحق التاريخي في فلسطين كلها، ولا يوجد ذكر لأي شيء غير اليهود وما إلى ذلك. كل هذه الأمور المجاهرة بها ووضعها في كتاب القوانين كقانون أساس، هذا بذاته انتقال لمرحلة. تبني صفقة القرن ووضع موضوع الترانسفير، تهجير جزء من أبناء شعبنا في الداخل، هذا أيضا مجاهرة كنا نعلم بها، كنا نحسها على مدار السنوات. لماذا أقول لك منذ النكبة؟ حقيقة منذ 1917، منذ إطلاق وعد بلفور الذي نظر بعين العطف لإقامة وطن قومي لليهود، وتحدث عن الطوائف غير اليهودية عندما كان اليهود 8% ونحن 92% في هذا الوطن. بمعنى نحن ما معنا أوهام أنه صار في تحول وانجراف نحو فاشية ونحو إجراءات. لكن سيد محمد، الآن نتنياهو بالتحديد وعندما يكون على رأس الدولة لمدة طويلة وما زال، وهو يعني ينضح بعنصرية شديدة تجاه كل الفلسطينيين ولكن تجاهكم أنتم في الداخل، هذا ما هو تأثيره على هذه الأجهزة، وما هو تأثيره حتى على ازدياد العنصرية بشكل عام في المجتمع الإسرائيلي؟ مرة أخرى أقول لك، نحن نعلم أن المخابرات تعشش في ثنايا حياتنا كلها، لكن الآن يريدون تعويدنا على أن وجود هذه الأجهزة يأتي من أجل حمايتنا ومن أجل مصلحتنا، ولذلك لا بأس في أن يتجند البعض للجيش من عندنا، ولا بأس في أن يتجندوا لسلك الشرطة من عندنا أيضا. أنا أعتقد أن هذه مرحلة خطيرة جدا، هي إكمال واستكمال للمشروع العنصري الإحلالي والاحتلالي للمؤسسة الصهيونية، لكن هذا شكل من أشكال تشذيب الهوى العام أو الوجدان العام أو الضمير العام للمجتمع الفلسطيني في الداخل. وأعتقد أنه هذا الأمر ليس مقصورا فقط على بلادنا، أعتقد أنه هذا الأمر يجري في الكثير من بلاد العالم. انظر ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية، في البرازيل، في أماكن أخرى، أيضا في أوروبا الغربية. بمعنى أن هنالك إجراءات احترازية، إجراءات طوارئ يريدون تعويد الناس عليها لمصلحة الطبقات المهيمنة. الطبقات الضعيفة ستقمع، العمال سيخرجون إلى البطالة، أصحاب المصالح الصغيرة ستنهار، ويكون هذا من شأنه أن يعطي الهيمنة المطلقة للأوساط النيوليبرالية التي تتحكم بالعالم. طيب سيد محمد، أنتم في الداخل كفلسطينيين مواطنين في الدولة، كيف تتعاملون مع مثل هذه الإجراءات؟ هل هناك خيارات أمامكم؟ وما هي التداعيات اليومية على المواطنين؟ وما هو دور المؤسسات؟ أنتم في اللجنة العليا، لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية، ما هو دوركم وما هو دور مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في مواجهة مثل هذا الخطر؟ شوف حقيقة يعني من مظاهر التشوه في المجتمع الإسرائيلي أن الكثير من الشباب اليهود ذهبوا إلى التقنيات الدقيقة والعليا، الهايتك، وهذا أتاح لنا المجال لأن نكون يعني بالمفارقة أتاح لنا المجال بأن نكون عنصرا أساسيا في مجال الطب. نحن أبنائنا، شبابنا، علماءنا يتبوؤون مناصب رفيعة في كل ما يتعلق في الطب العام في البلاد، وكثير من رؤساء الأقسام هم من أبناء شعبنا. هذه ذخيرة وذخر وثروة نحن نستعملها من أجل تثقيف ومن أجل التوعية. نحن أقمنا على سبيل المثال إلى جانب لجنة المتابعة لجنة قطرية للصحة المؤلفة من كبار الاختصاصيين في مختلف المجالات، وهذه الهيئة تصدر يوميا إرشاداتها للمواطنين. أيضا الهيئة العربية للطوارئ التي أقمناها التي تتابع حالات طارئة هنا وهناك، السلطات المحلية، المجالس البلدية التي نعمل معها طبعا وهي منتخبة من قبلنا، التي تقوم بدور هام جدا في هذا الموضوع. ولكن إلى جانب ذلك نحن لسنا الدولة، في نهاية الأمر المرافق والمقدرات والميزانيات موجودة في يد الدولة، وهذه الدولة تميز ضدنا. خذ مثلا إمكانية، يعني لا يوجد مستشفيات في المجتمع الفلسطيني في الداخل سوى في الناصرة، وهي مستشفيات أهلية وغير رسمية وغير
حكومية ويجري التمييز ضدها، هنالك خدمات صحية متدنية. نحن نحاول أن نعوض عن عنصرية عن عن عن, عن ما تخلفه عنصرية الدولة من خلال استنهاض القوى المهنية والطاقات المهنية والإدارية والمجتمعية والسياسية والوطنية في مجتمعنا. واضح الفكرة وصلت، أعانكم الله سيد محمد، أشكرك شكرا جزيلا. سيد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العربية العليا لشؤون المواطنين الفلسطينيين في داخل الخط الأخضر.